السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم هانيه؟ نتمنى ان شاء الله يا ربي هاد الفيديو يلقاكم في احوال طيبه. اليوم ان شاء الله غادي نبارطاجي معكم نهاري من بعد ما كنرجع من الخدمه. اليوم تصادف كان عندي رونديفو مع الدونتيست، كيف ما كتشوفوا جيت اليوم عند الدونتيست. كي خرجت من الخدمه جيت ديريكت لعندها، ومن بعد عاد مشيت للدار. اول حاجه دخلت كيكون ديجا فات عليا العصر، صليت العصر، جيت غنبارطاجي معكم البغرير كيجي غزال بزاف. بالنسبه للمقادير كندير جوج كيسان د السميده، هذا هو الكاس باش كنعبر ديال العنبه مع قبصه ملحه، نص كاس ديال الفورس، معلقه كبيره د الخميره الفوريه، واحد الخماره حمراء، ومعلقه صغيره ديال سنيده باش تعطينا داك اللون مذهب. والماء كندير ثلاثه الكيسان ديال الماء دافي، غير هو عاوتاني دافي غادي للبروده. هاد البغرير كيجي غزال بزاف البنات وسهل بيتفي. اول حاجه كنخلطو انا في الخلاط، كنبدا بالسوائل هما الاولين، عاد من بعد زدت ليه باقي المكونات اللي هي عباره عن دقيق، سميده، خميره بالانواع ديالها بجوج، والملحه وسكر سنيده. غادي نجي ندير الكل يتخلط مزيان، من بعد غادي نخوي الخليط في واحد البول وغادي نغطي عليه يرتاح شويه. ها نتوما البنات غنوريكم الحاله ديال الكوزينه ديالي من بعد ما كنرجع من الخدمه. ها نتوما شوفوا، كنت هنايا هذا النهار كنت دايره لهم العدس في الغدا، الروينه كاينه هنايا. هاد المعن هادو اللي كنوريكم هنايا فاش خلطت دابا البغرير، وهذا الشيء هذا هو روينه الغدا. اصلا انا خليت الدنيا مرونه، علاش؟ حيت فاش كيكون عندي غير شي حاجه هكا سهله كنخليها حتى للصباح. ديجا انا صباحي كيبدا مع الخمسة د الصباح. شي نهار ان شاء الله نبارطاجي معكم صباحي من الاول وتشوفوا شنو كندير. يعني العدس ما درتو حتى للغد ليه، صافي خليت ديجا كي قلت لكم الدنيا مرونه واحد شويه. غير المهم انا الاساسي عندي هما كيجمعوا لي الروينه كامله في الليفي، كتبقى الكوزينه نقيه باش حتى الا جيت انا تلقى فين تحرك، حيت كي كندخل باش نجيبها مع الوقت ديريكت باش البنات الا خرجوا يلقاو الكوتي واجد. اول حاجه كندخل، من بعد كي قلت لكم حيت ما كنخرج من الخدمه حتى 4 ونص ودزت عند الدونتيست، دونك العصر اصلا تيودني عليا في الطريق. دخلت خلطت البغرير، دابا غادي من بعد ما ارتاح وهذا غادي نجي نبدا نطيبو. شعلت على المقله خليتها حتى تسخن، طليت على لافيسيل كنشوف واش خواو عليا ولا لا، حيت اكثريه تنقول لبنتي تبقى تخوي عليا ملي كتلقاها عامره، حيت خدمتها في الصباح ولكن كان عندها الحوايج نشراتهم ليا، داكشي علاش ما خواتش لافيسيل. المهم من بعد ما سخنات المقله كندهنها شويه. المهم نتوما على حسب المقله اللي عندكم، كل واحد كتلصق ولا ما كتلصقش على حسب. انا كنتفادى باش هكا ما تلصق ليا، ولا دائما كندهنها شويه زويته، كنديرها في كلينيكس ولا فاش ما بغيتو. انا درتها في داك اسويتو، دهنت بها المقيله وبديت كنطيب. شكوني كيوقع لي بحالي البنات، انا سبحان الله دائما البغريره الاولى ولا الثانيه ما كيصدقوش ليا، لا بدا ما كتجيش هي هذيك، سوا كتحمر كتر من القياس، سوا ما كتثقبش مزيان. المهم ضروري سبحان الله في البغرير في لي كريب كلشي هكا كيوقع ليا. انا كنحاول ها نتوما كيف ما كتشوفوا يدي هنايا ويدي هنايا، كنحاول ندير بزاف ديال لي طاش في دقه واحده، حيت كنكون كنتسابق مع الوقت. خصني هنايا تابعني انني نوجد الكوتي، نجمع الدنيا قدامي باش بناتي فاش يدخلوا يلقاو الغدا. الغدا شوف عقلي مع الغدا، حيت بصح كنتابعني الغدا حتى هو ديال الغد اللي نديرو. صافي قلت لكم باش يلقاو امو الكوتي واج محطوط فوق الطبله، وكنحاول حتى انا باش منين ندور مورايا جيت الليفي ما يخلعنيش، ما نزيدش روينه الغدا ونزيد عليها روينه الكوتي. ها نتوما شفتوا البنات البغرير، شوف لي البغرير كيجي ناجح كيتقب مزيان، كيجي مخرك كي كنقولوا. ها نتوما شفتوا كي جا ووريتكم مزيان، وها هي البغريره الاولى اللي درت، شفتوها كي جات راهي محطوطه تما مقلوبه، داز ليا فيها شويه الطياب وحتى ما جاتش متقبه مزيان. صافي المهم كنستمر كنخوي لا فيسيل كامله. فاش غادي نخويها؟ غادي نعمرها. بالنسبه للبنات كتسولوني ديجا في الفيديوهات على
لافيسيل، وهذا راه كنت درت لكم واحد الفيديو مفصل على الطريقة اللي كنعتمد على التنظيف ديالها باش ما تبقاش ليا فيها الريحة وهذا. وحاليا البنات كنجرب واحد المسحوق ديالها، هو واحد الليكيد باش كتغسل المعن في الدار طبيعي. انا حاليا كنجربه، مازال ما نقدرش نقول لكم اشنو زعما كيجاني. فانا في هذه اللحظه هذه اللي كان ندير لكم الصوت، حيت هاد لي فيديو هادو مصوراهم وكل مره كنجلس ندير الصوت. قلت لكم عندي لي تابليت، ولكن بغيت نجرب هذاك الليكيد الا كان مزيان. صراحه نحاول نستغني على هذوك لي تابليت، منها شويه زايدين في الثمن، منها حتى حاجه اللي كانت طبيعيه كان احسن. بالنسبه لهذاك المسحوق ديال التلميع، انا راه عرفتوني ما بقيتش كنديرو نهائيا، بلاصتو وليت كندير الخل الابيض، وعطاني صراحة نفس النتيجة اللي كانت يعطيني داك الملمع. يعني المعن ديالي كيتبقى فيهم ديك اللمعة، ما كيخرجوش ليا لا باهتي لا والو، كيتنقاو وما كتكونش فيهم صراحة شي ريحة خايبة. هذه عن تجربة البنات، جربوها وردوا عليا الخبر. المهم البغرير راه علينا، صافي نسالي في الطياب. جبت التمر غادي نغسله بحكم انني غادي ندير لهم الحريرة ديال الشوفان، كتعجب بناتي بزاف وكتجيني سهله وفيت في، ماشي شي حاجه زعما اللي كتاخد الوقت بزاف. صافي هنايا خديت واحد القويميله عندي صغيره، درت فيها الماء ونشعل عليها نخليها حتى تغلي. ما غاديش ندير، ما كنديرش صراحه الشوفان من الديبار. كنت البنات قبيله وريتكم هذاك الزيت اللي انتي شفتوه اللي كتشوفوا محطوط تما، صراحه ما لقيتش ليه بلاصه فين نخشيه. وسورتو الزيت كتبغي هي شي بلاصه اللي ما يكونش دايز ليها الضو، حيت الا بقات تما كتفسد. المهم انا كنحاول نفكر ليها فين غادي نديرها، حيت انا تحت البوتاجي عندي ديجا عامر، ديك البلاصه تحت الليفي كاينين القوات، ما نقدرش نهائيا ندير شي حاجه ديال الماكله تما عزكم الله مخليه البوبيل ومخليه لي برودوي ديال التنظيف. المهم شي نهار غادي نوريكم الطريقه باش منظمه تحت الليفي. عندي عاود هنايا حدا البوطه راكيبه لكم شويه محلول الباب، تما كاينه البوطه ديال البلاك كاينه محطوطه تما، وداك لي سباس اللي بقى صافي موقفه فيه دوك البلاطوات اللي عندي. ما عنديش فين نديرها تما نهائيا، وتما اصلا فين حاطه داك البيدو ديال الزيت اللي كنستعمل، وفين حاطه الزيت اون جينيرال اللي كنستعمل، سواء الزيت الروميه ولا البلديه حطاهم تما. وعاود عندي في الكوان، لان حدا تما كاين مجوره في الكوان جات تما فين دايره ليمون اللي عندي ديال لي كيك، ودايره طناجر وشي المقالي والكسرونات. حدا عاود كاين بلاكار اخر دايره فيه البواطات ديال البلاستيك، اي حاجه ديال البلاستيك اون جينيرال جمعهم تما. دونك ما عنديش شي بلاصه نهائيا فين غادي نخشي ديك الزيت، ما عادش كنفكر ليها. البلاكار الاخر راني منظمه فيه المواد الغذائيه. مهم البنات كاين بزاف ديال لي شونجمون درتهم في الكوزينه، غادي نبارطاجيهم معكم ان شاء الله. داك البلاكار ديال المواد الغذائيه درت فيه شي تعديلات، بدلت شي حوايج ان شاء الله توما غادي نعاود نبارطاجيهم معكم. مهم كل مره نحاول نوريكم حاجه بحاجه. زدت شي منظمات لي عاونوني صراحه، نظمت لي بلاكار مزيان. المهم بلا ما نحرق لكم المراحل، المهم اسمحوا لي على كثرت هذا المهم. هنايا رديت اتاي الشوفان، اول حاجه كنديرها البنات ضروري الشوفان، انا ضروري هذا الشيء كاع ديال المعجنات كنغسلو، علاش كنقص منه كميه ديال النشا، ضروري تبقاو ديروها. جيت هنايا الزيت قبل ما ندير فيه الشوفان اللي خليته كيتسقطر، درت مليحه ودرت الزيت البلديه باش ما يجينيش معجن. كيعجبنيش انا الحريره، كاع انواع الحريره هكا كندير، ضروري كندير الزيت، ولا المعجنات بصفه عامه ملي كنطيبهم ضروري كندير الزيت. صافي زدت الشوفان وخلطت. ها نتوما البنات هذيك اللي شريت هذاك البلا اللي شريت داك النهار في 13 درهم شفتوها، حيت ديك اللعيبه راه شفتوها علاش كنحط المعالقه هكا الا كنت كنطيب، راه شفتوها وريتها لكم وسخه درتها في لافيسيل. وجبت هذه جات زوينه صراحه، بالنسبه للناس اللي ما لقاوش هذيك اللي دايره على شكل معلقه خذوا هذه زوينه. بغيت نبارطاجي معكم هاد الزليفات هادو، شو حلوين زويونين الشكل ديالهم، كنت خديتهم في مرجان بشي 5 دراهم. كيكونوا هاد الهميزات صراحه زوينين.
المهم يجي في المعن ويجي في توجات الطبلة حيث البنات قربوا يجيو. بالنسبة للطبلة البنات ملي كنبدا نحطها راه ما تيكونش عندي في بالي ها باش هنخدم ها باش هنخدم، كنحط مثلا بحال دابا انا حطيت هاد لي سوبلا، فاوتوماتيكمون غادي غندخل البيض والكحل. تقدروا ديروا حتى البيض والذهبي، البيض والارجونتي ماشي مشكل، ولكن انا قلت غندخل البيض والكحل. كنبدا نحل البلاكارات كنحط هادي كتبان ليا نزيد هادي، دونك حطيت الطباس الكحلين درت معاهم دوك الزليفات اللي وريتكم، بديت كنحط حاجه بحاجه كنشوف اشنو عندي اشنو اللي غادي نقدم في الماكله، منها كنعرف اشنو غادي نحط لي بلا باش غنخدم. كنحل البلاكار وكنبدا نحط. انا ما عنديش ديك القضيه ديال هادو ما عند الضيافه هادو ما عندي للدار، والاكثريه كنتو كتقولوا لي علاش ديما كتاخدي ربعه ربعه من الحاجه. انا حوايجنا حنايا اللي كنخدموا بهم ما عندنا اكثر من ديال الضياف. كاينين عندي تقريبا جوج ديال مش السيرفيس هكا اللي كنقولوا، تقريبا اللي فيهم المعن كتر، ما تبقى كناخد فيهم ربعة ربعة. نبرع راسي انا بعدا بيان سور، الناس من الضياف ملي كيجيو عندك اكيد كتبي تفرحي بهم كتحمري وجهك انتيا الا حطيتي معنات زوينين، ولكن هذا ما تيعنيش ان الحاجه الزوينه غادي نحيدها ونخبيها للضيف، نتبرع بها حتى انا وليداتي. المهم يد هنا ويد هنا هكا اكسبري صورت لكم هكا باش تشوفوا كي كان كي كنشقى كتكون يد هنا ويد هنا. الله يسمح لينا من الوالدين صراحه ما كنعرفوا بحقهم حتى كنديروا وليداتنا، لا يحرم كل امراه من احساس الامومه. ومن هنا كنقول لكم اللي بغات شي حاجه الله يناولها ليها يا ربي، واللي بغات الذريه الصالحه الله يرزقها ليها، والله يهدي لكل واحد وليداته ويشوف فيهم ان شاء الله كاع اللي كيتمنى يا ربي. المهم انتم شفتوا شنو حطيت على حساب اتاي راجلي هو اللي كيشربو، دونك حطيت ليه الكويس ديالو. البنياتي بغاو الحليب حطيت لهم كويسات ديالهم بغاو الحليب بالشوكولات على البرد هذا صافي. المهم كنشوف اشنو غادي نحط من لهنا ومن لهنايا ونطيب هادي هنايا هكا كنستمر عاد ديك الساعه بناتي قربوا يجيو. ما كنبدلش حوايجي علاش البنات، حيت دي فوا كنبغي نمشي انا اللي غادي نجيب البنات، لا ما كانش راجلي بالحق اليوم كاين دونك ما غاديش نجيبهم، ولكن غنمشي نطلع على ماما. داكشي علاش بقيت بحوايجي، عارفه راسي عندي بروغرام من بعد اشنو غندير، وفيا واحد الصنعه خايبه ما كنخدمش بالطابليه نهائيا. واش حتى نتوما بحالي كتعجزني انني نديرها، فيا هاد الصنعه خايبه وهكا كيتكرفسوا ليا حوايجي. مازال اليوم راه غير كنطيب، يعني ما غاديش نخاف من جافيل ولا شحال من حاجه خسرت ليا بجافيل غير بسبب هكا. غادي نحط هذاك الطبسيل اللي شفتو غادي ندير فيه البغرير، داكشي علاش حطيته قدامي. جبت الديسير من الثلاجه داكشي اللي عندي حطيته باش نشوف قدامي ونقطعو، حيت بناتي الا ما قطعتش ليهم الديسير ما غاديش ياكلوه ليا تما غيبقى، وخصني دائما قبل ما نخرج من الخدمه نجبد الديسير باش يدفى شويه، حيت مع الثلاجه الا حطيته على برا كيجمع ليا الناموس ما كنخليهش على برا، دونك كنضطر نديرو في الثلاجه. ملي كنديرو في الثلاجه ما تياكلوش ليا، خصني دائما نخرج ونحطو وضروري نقطعو ليهم باش ياكلوه، سينو بقى ليا محطوط تما حتى واحد ما ياكلو. صافي ها هي الطبيله ديالنا، حطيت لهم هنا الحريره شويه ديال الفواكه الجافه، تميرات اكيد حريره مع التميرات، وهو البغرير تيجي غزاله البنات جربوه. داك نص كاس اللي كنديرو ديال الدقيق الفرص ما كيبانش نهائيا. وهنا الديسير قطعت لهم شويه من الديسير اللي كاين، شويه الاناناس كيوي، مهم شويه من داكشي اللي متوفر. وصافي اللي كنقضي به مره نديرو هكا مره نديرو سلطه فخوي كل مره، وكي كندير لي منها غوتي منها عشاء، ما كنديروش العشاء البنات نهائيا. صافي هنايا ها نتوما وريتكم البنات شتو صراحه كلاوه هكا كيبغي، وها روينا من بعد الغوتي حاولت نجمع، ولكن مني دركني الوقت ودخلوا كيبغيو هما الماكله موجوده ولا يبقاو ينقبوا ليا وفي الاخر شي ما ياكلوه. مهم دست
جمعت هاد الروينة هادي كاملها، رديت كل حاجة بلاصتها، ودابا غندوز لهاد لالة مولاتي البلاك. هانتوما كنحاول هنايا نوريكم حالتها كيفاش كانت. راه كانت حالتها سورتو فيها الزيت، فيها اليدام. هانتوما وريتكم لا الريوس ديالها، لا داك الحديد اللي كيكون محطوط من الفوق، علاش كنحطو البلاك براسو كي كان. المهم هنايا راه مشى لي واحد المقطع اللي وريتكم فيه الخلطه. ملي خلطتها اول حاجه شنو درت؟ البلاك حيدت منه كاع دوك الريوس ديال الساروت باللي كندورو، لا اللي كتكون فيهم العافيه لا والو. بالنسبه للخلطه هنا شنو درت؟ شديت البرودوي العجيب، او لا انا الحاجه زعما صراحه اللي كنشوفها ضروريه تكون في اي دار، هي البيكربونات. بيكربونات الصودا هذه ضروري تاخدوها تكون عندكم. بالنسبة فين كاينة؟ راه موجودة في الفرماسيان، كاينة ديك الباكية كتجر مع 70 ريال ولا 90 ريال، وكاينة واحد وكاينة كتباع في مرجان، وكاين حتى الكيلو. أنا صراحة كنشري الباكية ديال الكيلو، كطلع لي اقتصادية وكتبقى عندي مدة طويلة. المهم شديتها خلطتها مع سائل ديال التنظيف. شوفوا نتوما أي ليكيد كتستعملوا للتنظيف، أنا كنستعمل أكترية فيري، هذا الأخضر كيجيني هو أحسن واحد صراحة. المهم خلطت معاه مزيان، وزدت ليها تقريبا واحد المعلقه كبيره ديال الماء. المهم الجهد اللي تعطيني واحد الباط تكون بحال شي كريمه، ما هي قاصحه ما هي جاريه. كنشدها وكن ابليكيها هكا، تطبقوها على البلاك ديالكم مزيان. ما تنساو حتى شي بلاصه، يعني بلاصه السوارت، داك الراس ديال العافيه، كل شيء دوك البلايص ابليكيتها عليهم. وغادي نخليها واحد نص ساعه. وهنا جيت لي في سديتو باش ما يدوش ليا الماء، وحطيت فيه هاد الريوس هادو كاملين مع السوارت وخليتهم. وغادي نجي هنايا غناخد واحد المعلقه كبيره ديال لاسيد سيتريك. لاسيد سيتريك او لما يعرف عندنا حنايا هنايا في المغرب بحجر الليم، ولا سنيده الحامضه بالنسبه لفين هتلقاوه اللي فارماسي قليل. فاش كتلقاوه عندهم ما كيكونش عندهم بزاف، كاين عند صحاب العطريه، كيكون عند اللي كيبيعوا مواد الحلويات. لان كيف ما كتعرفوا سنيده الحامضه او حجر الليم كيدار هو في بعض الاكلات بحال العصير بحال هذا، هو كيخطر شويه العصير وحتى كيحافظ عليه مده طويله. المهم كيف ما شفتو قلت لكم درت معلقه كبيره ديال لاسيد سيتريك، وزدت عليه البيكربونات الصودا. هنا طلقت الماء حتى ولا الماء سخون، وعاد خويتو عليهم ونحاول الماء يغطيهم ليا كاملين. وغادي نزيد عليه هنايا الخل. بالنسبه نرجعوا لواحد القضيه، بالنسبه للناس اللي ما عندهمش لاسيد سيتريك اللي ما لقاوش، ممكن تستغنيو عليه. يكفي انكم ديروا معلقه كبيره ديال الملحه، الا كان داك الملحه الغليظه احسن تكون احسن، وديروا البيكربونات والماء السخون وعصروا عليه العصير ديال الحامض، لان تقريبا راه عصير الحامض نيت راه هو براسو اسيد سيتريك. بالنسبه لهادو هادو الحديد ما عرفتش سميتهم صراحه، ما غيدخلوش ليا في الليفي، راه وريتهم لكم. اشنو درت؟ شديتهم رشيت البيكربونات وخويت عليهم الخل الابيض، ولكن ما وصلش ليهم كاملين. وليت صوبت لاباط بحال هذه اللي درت هنايا، اللي فيها البرودوي ديال التنظيف والبيكربونات، وابليكيتها عليهم كاملين وخليتهم تما. حطيتهم على الليفي، علاش؟ لان الرخام ديما تنقولها لكم ما يوصلوش نهائيا الحاجه اللي هي اسيد، سواء الخل سواء الحامض سواء اي حاجه. المهم اي حاجه اللي هي اسيد بعدوا عليه. رجعت هنا البلاك من بعد ما دازت نص ساعه، بديت كنرش عليه الخل الابيض. انا درتو في هذا الرشاش كيجيني ساهل، رشيته مزيان عليه كامل. وبطبيعه الحال ترش ليا الخل على الجرانيت هنايا كان مسحو. دائما حاولوا سور بلاس، لان راه كياكل لكم الرخام ديالكم وكيشهبو، ما يبقاش اللون ديالو ناصع غيولي باهت. وانتم راه ديجا بارطاجيت معكم الطريقه باش كنحافظ انا على الرخام عندي، وراه ديما الحمد لله في اللون ديالو ديما تيلمع. انتم شوفوا التفاعل اللي دار مني ضفت الخل على هاد الخلطه. هنخليها تقريبا واحد 10 دقائق هكاك، حتى ربع ساعه عاد غادي نجي غادي نخدم. هنايا خديت هاد البونجا، ما ديروش البنات الجيكس نهائيا. كنت انا ديك الساعه شفت واحد البروغرام واحد البرنامج قال لك اودي راه الا كان البلاك ديالك من لينوكس راه تقدر تستعمل الجيكس ديالك داك الغليظ، غير يكون حتى هو لينوكس يكون نفس الماده. جربتها البنات واحد الخطره صراحه خرجت على البلاك ديالي ولا ليا مجرح.
المهم خدوا غير هاد البونجه هادي ولا ديك الحلفه ديال الموكيت اللي كنعرفوها حنا بالعاميه، وحاولوا هكا تحكوا. راه وريتكم هذيك لاطاش قبل، راه شفتوها، راه ساهل دغيا، ما كتحتاج منكم لا مجهود لا حتى حاجه، ساهل غير اون فوا كدوزوها دغيا كتحيد لكم. هنايا خديت واحد الشيته عندي قديمه، كنحاول ندوزها على البلايص اللي ما كنوصلهمش، بحال دوك الجناب عند هذاك الراس، ما بين داك الراس اللي كتشعل منه العافيه وديك الدوره ديال البلاك، صعيب باش توصل ليه ديك البونجه. كندير هاد الشيته هادي السنان صافي، وكندوزها كنحاول نتاكد انني دوزت على البلايص كاملين. من بعد خديت واحد الطرشو ديال الميكروفيبر، هادي ضروري كان انسيستي عليها، ودوزتها جمعت بها داك الليكيد اللي كان كاملو، وعاد درت واحد نقي مزيان فيه غير الماء ونشفت. ومن بعد كندير كلينكس او لا بابي، حاولوا تنشفوها من الماء مزيان مزيان البلايص كاملين. رجعوا لهاد الريوس هادو اللي خليت هنايا كيرقدوا، صافي نفس البونجه كنجي كنعاود ندوزها عليهم، ما كتحتاجش مني مجهود كتير دغيا. اصلا انا هاد الطريقه ديال التنظيف ديال البلاك هادي كنديرها مره في الشهر، سينو يوميا كنحاول ندوز عليها. نتوما كيف ما كتشوفوا ما فيها لا طبيعه الحريق لا حتى حاجه لاصقه، كتبقى نقيه مزيان. بالنسبه لهادو حتى هما راه نفس الشيء، راه رشيت عليهم من بعد فاش خليتهم حتى هما ديك نص ساعه هكاك، شوفوا انتم شفتوا الوسخ دغيا كيتهز، رشيت عليهم نص من بعد نص ساعه رشيت عليهم حتى هما الخل. غادي نجي غادي نبدا ندوز عليهم دغيا، ما كيحتاجوا مني لا مجهود لا والو. راه واخا هما اصلا اللون ديالهم كحل، ولكن الوسخ تبارك الله، راه ما تقولوا ما عرفت فين كان مخبي هاد الوسخ. المهم نستمر بنفس الطريقه حتى هما غادي ندوز عليهم كاملين مزيان. من بعد غادي نشللهم وغادي نشفهم، ونشف حتى هذوك الريوس. ها نتوما هنا وريتكم البونجا راها كانت نقيه، وها نتوما شوفوا الوسخ، يعني راه واخا كيبانوا لكم كحلين ولكن داكشي اللي هازي ربي العالم، راه مع القلي وحنا الطيب المغربي شويه فيه ليدام بزاف داكشي علاش. ها هي الشكل ديال البوطه من بعد ما نقيتها. شوفوا البنات والله الا كترجع كتلمع، ها نتوما شفتوا غيبان لكم دوك لي طاش اللي قلت لكم ديال الشيكس اللي خرجت عليهم، فوالا نتوما كتلمع. هاد الريوس حتى هما تنقاو، كلشي تنقى، كتولي زبينه نقيه وكتلمع، وغتحافظوا عليها. بقاو ديروها غير البنات غير باش ما تكثروش من لي برودوي، ديروها غير مره في الشهر كافيه. ايوا هنايا جينا للخر ديال الفيديو، غادي نقول لكم السلام عليكم، خليت لكم راحه البال، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديده. السلام عليكم.